لما تكلموا عن حدود 67 يعني هذه حقيقة شيء مذهل مذهل جدا جدا. وين القضية اللي قبل 67؟ كنا نكذب على أنفسنا ونكذب على العالم. آلاف الشهداء سقطوا قبل 67 من أجل من؟ كيف تقولون أن فلسطين احتلت عام 67 وعودوا إلى حدود 67؟ هي فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. زين إذا كانت هكذا هذه ما احتلوها الإسرائيليين عام 48، تركوها لكم 20 سنة، لماذا لما عملتوا فيها دولة فلسطينية؟ مش كان قطاع غزة مش كان تبع مصر، والضفة الغربية مش كانت تبع الأردن، ما كانت بيدكم 20 سنة تركينها لكم اليهود من 48 إلى 67. ليش ما عملتوا فيها دولة إذا كانت هذه هي فلسطين؟ وما هو مبرر الحروب والتضحيات والمقاطعات الاقتصادية اللي قبل 67 ضد الإسرائيليين؟ زين ممكن الإسرائيليين الآن يرفعوا دعوة ضد العرب يطالبوا بالتعويض بالمليارات أكثر من تريليونات عن الخسائر التي لحقتهم ما بين 48 و 67. أنتم العرب اعترفتوا أن القضية بعد 67، بيقولوكم لماذا حاربتونا قبل 67؟ أدفعوا لنا التعويضات هيكم والمقاطعة ما يسمى بمقاطعة إسرائيل والخسائر التي الاقتصادية التي لحقت بالإسرائيليين، روح العرب أدفع الثمن تاعها، يرفعوا ضدكم دعوة يكسبوها ويقولوا نحن مظلومين وقلنا لكم نحن حمل وديع بوسط ذياب من 48 ونحن نقول هذا الكلام. والدليل على ذلك أن العرب أنفسهم اعترفوا بهذا، اعترفوا أن فلسطين احتلت عام 67 وهم يطالبوا بالعودة لحدود 67 وتنتهي المشكلة واعترف بإسرائيل. ليش ما اعترفتوا بها قبل 67؟ لا إله إلا الله، والله شيء غير مقبول، شيء ما يصدقش العقل. تقولوا 67 وتعترفوا بإسرائيل؟ ممكن يتم احتلال جديد في عام 2008 مثلا إسرائيلي لأراضي عربية، وبعد سنين حطالبوا أنتم بالعودة إلى حدود 2008 ونعترف بإسرائيل. هذا اللي بيحصل وفقا لهذا، هذا اللي بيحصل. المفاوضات جربناها ومشينا فيها بعيدا، وكانوا اليهود يقولون اجتمعوا معنا مره واحده مفاوضات مباشره حتى نحل المشكله. هذه كانوا يقولونها في الخمسينيات والستينيات، كانوا يقولون هذا الكلام، غير اجتمعوا معنا العرب ارجوكم غير اجلسوا معنا على طاوله واحده بس مره واحده حتى انتهي المشكله بيننا وبينكم. وشفتوا شو صار، اجتمعنا معاهم 1000 مرة من اسطبل داود إلى غاية أنابوليس اللي اسمه جل متعمس. مش هاي المفاوضات مررنا عليها؟ اسطبل داود، أوسلو بتاعت أخونا بومازن، طبعا هو يعني بطل أوسلو، والسادات بطل اسطبل داود. و لما كانت الجزائر تقاتل كانت التبرعات علنا من المحيط للخليج تمشي للجزائر والمتطوعين ومن سوريا من هنا، والدكتور ابراهيم اخوص ومعه مجموعه ما بعرف نذكر من هذا الاسم عدوا قاتلوا ما جاب التحرير الجزائريه، ولا اعتبروا ارهابيين ولا 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 ولا, ولا عملوا لسوريا شيء. لما كان القتال في ليبيا ضد الاحتلال الايطالي، العرب يدعموا في المجاهدين الليبيين من كل مكان، واحنا العرب ما احتلينا احد. طبعا ظلم ان احتلينا الاندلس وطردونا منهم، وبعدها ما احتلينا اي بلد احنا عربيه، احنا اللي بلاد محتله، فلسطين محتله والعراق محتله. وتقولوا الجزر على ذكر الاحتلالات هذه، تقولوا الجزر هذه ليس من مصلحه العرب ان تكون في عداوه بينه وبين ايران، ولا حتى بينه وبين تركيا ولا كل الامم هذه، مش مصلحتنا ابدا نحن نساعد ايران علينا. اذا كان في مشكل فعلا في هذه، نقرر في هذا المؤتمر تحويل القضيه الى محكمه العدل الدوليه، وهذا هو المكان المناسب لحل اشكال مثل هذا. نقرر رفع قضيه الجزر الاماراتيه المتنازع عليها الى محكمه العدل الدوليه،
وأي حكم تصدره المحكمة يجب القبول به. مرة تقولوا هذه أرض عربية ومحتلة، ومرة تعال يعني هذه حاجة مش واضحة، بلبلة وتستغل لا شك. ما يعني سكان الخليج 80% منهم إيرانيين، غير العائلات الحاكمة العربية الأخرى كلها إيرانية، الشعب كله إيراني. هذه ورطة موجودة. كيف إيران ما عندكم مش منها مفر؟ يعني قصدي هذا جار ولا أخ مسلم وقال اللي هو مش مصلحتنا احنا تكون ايران عدوتنا ونكون احنا عدوها. شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حائر، لماذا العراق؟ شو سبب بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي اللي ضربوا نيويورك؟ عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي يضرب البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. فيها سلاح دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق سلاح دمار شامل، أوزبكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كل عنده قنابل ذرية؟ كل بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمق رئيسها وإحنا نتفرج عليهم ونضحك. وليش ما نحقوا في ماء في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يسمق ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية؟ لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، ممكن كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن، ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هذه. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بالكامل تقتل تشنق في المشانق، ما نتفرج لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوا. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما. الاخ عمر موسى عنده فكره متحمس له وبرنامج ذكره حتى الان او ذكره في تقريره، ان العرب من حقهم ان يستخدموا الذرة لأغراض سلمية، ويجب يكون في برنامج عربي نووي. هذا من حقهم، من حقهم حتى البرنامج النووي غير ذلك، لكن الله غالب. لكن من هم عمر؟ من هم العرب اللي تقول لي يعملوا برنامج نووي واحد؟ من هم العرب؟ احنا شو للاسف الشديد احنا اعداء لبعضنا، احنا شو كلنا نكره بعضنا ونتخاصم مع بعضنا ونكيد لبعضنا ونشمت في بعضنا ونتآمر على بعضنا. احنا مخابراتنا تآمر على بعضنا، ما تحمي فينا من العدو، احنا عدو لبعضنا، وعدو العربي صديق للعربي الاخر. ويا ريت هالشد اللي استخدموا فيها وهالحدية ضد بعضنا استخدموها ضد العدو. نحن نجتمع في سوريا بلد العربي، العلاقة بين سوريا وروسيا ممكن والله إيران وإلى تركيا أفضل ألف مرة من العلاقة بين سوريا وبين جيرانها العرب. العلاقة بين ليبيا وإيطاليا أفضل ألف مرة من العلاقة بين ليبيا ومصر ولا تونس جيراننا. هذا حالة العرب.